فقط الاحتجاجي في النجف الأشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأننا خرجنا لقول الحق، ولأننا خرجنا لرفع الظلم، وبعد السكوت المتعمد من الجميع على ما يحصل في قضاء المقتادين، وبعد أن رأينا أن الجميع قد اكتفى بمشاهدة الأخبار ولم يتدخل حتى لا تتضرر مصالحه، ولأن ما يحصل أسبابه مكشوفة، ونعلم أن هنالك من يريد تقسيم العراق، وهذا الأمر مرفوض، ولا فرق بين شيعي أو سني، وسنبقى عراق واحد. نحن اليوم نحذر القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المسؤولة، نحذرهم من السكوت الغير مبرر، ونحذرهم أيضا من إفلات الجهات المتواطئة من العقاب. وإن طال سكوتهم سيتحمل الجميع عواقب ذلك. وليكن بعلم الجميع إن عجزت الجهات المسؤولة عن الحل وإن تطلب الأمر تقديم الدعم والتضحية، نعلن لكم أننا أبناء الخط الاحتجاجي في النجف، نعلن استعدادنا للتطوع والذهاب للدفاع عن أبناء مدينة المقتادية المنكوبة. والله إن الموت أهون بكثير من السكوت عن قول الحق. الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدة حتى نسمع رأيكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم حتى نعرف أراءكم أكثر وأكثر. مشاهدينا الكرام للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق من زاخل الفاو تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين أسفل الشاشة اللي ظاهرة أمامكم، فعندكم ذني رقمين تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق بأي لحظة، أما من خارج العراق عندكم ذني الأرقام الاثنين تقدرون تتصلون بها، حتى من الداخل تقدرون تتصلون، فعندكم أرقام أربعة للاتصال، ذني اثنين واللي قبلهن اثنين تقدرون بأي لحظة من لحظات البرنامج اللي يريد يرغب المشاركة يتصل بنا على ذني الأرقام. أما هذا الرقم اللي تشوفوه هنا هذا رقم مكتوب للمشاركة عبر رسائل الواتساب، يعني مو اتصال، هاي كلمة الرسائل اللي جوا ايدي هنا تقصد انه انت اذا ما قدرت تحصلنا على ارقامنا الاخرى ما قدرت تتصل بينا، مع الاسف ما قدرنا نسمع صوتك ورأيك بالموضوع، تقدر تدزلنا رسالة تكتب لنا اللي تريد تقوله احنا نقراها ان شاء الله بالدقائق الاخيرة من حلقة اليوم، وأتمنى تكون الرسالة متبوعة بمكانك واسمك حتى أعرف من اللي دزل الرسالة ومن وين دزل الرسالة حتى نقراها إلى الملأ. أكو هواية فيديوهات دا تجينا على هذا الرقم اللي دا تشوفوه هنا مال واتساب، دا يدزولنا فيديوهات ويقولون أتمنى تنشرون هاي الفيديوهات وأتمنى تنشروها على الشاشة. أخواني الأعزاء رقم الواتساب اللي يظهر هنا يمذني الأرقام هذا لرسائل البرنامج، يعني خاص بالبرامج فقط، ما حد راح يقدر يجاوبك عليه غير المذيع في حلقته، فإذا تريد تدز شيء ويطلع على شاشة الرافدين وينبث مو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج صوتكم، لا دزوه على نافذة اسمها أنت ترى الشريط الأبيض الجوة، أكو بي رقمين لنافذة أنت ترى، الرقمين 00905526845661 و5663، ذني أرقام اثنين تقدرون تدزون أي فيديو إلهن وإن شاء الله ينبثن على شاشتنا. مشاهدينا الفيديو اللي طلع متظاهرين بالنجف واقفين ويا أخوانهم بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى، قضاء المقدادية اليوم ده يتعرض إلى إبادة جماعية، ده يتعرض إلى تهجير جماعي، ده يتعرض إلى عنف ما مسبوق وما إلى سبب، ما إلى سبب إنه الناس يتعامل وياهم أي شخص بالعراق إن كان ذو سلطة أو لا بالطريقة اللي ده صير اليوم بالمقدادية، قتل، اختطاف، اعتقال، تهجير، عوائل، أغلب عوائل قضاء المقدادية قرى بأكملها نزحت إلى بعقوبة وصلاح الدين وبغداد والشمال ومناطق أخرى، أو اللي طلع من قضاء وراح إلى قضاء ثاني بمحافظته، لكن هو ده يطلع من ديرته
حرق لممتلكات، حرق لمزارع، حرق لمنازل. هذا الشيء اللي دا يصير ما له داعي. احنا نريد نعرف ليش. يعني اليوم اذا نقرأ الميثاق الوطني العراقي يقول استمرار عمليات التهجير اللي تتعرض لها قرى المقدادية بديالة يأتي بإطار مشروع تهجير طائفي وإبادة جماعية تنفذ الميليشيات الولائية، ويعيد تكرار سيناريو جرف الصخر بمحافظة بابل. الميثاق يقول أنه أهالي قرى المقدادية يتعرضون إلى تهجير قسري ممنهج وبدوافع طائفية وبشكل علني وأمام القوات الأمنية الحكومية اللي واقفة وقفة المتفرج بتباوع على اللي يصير بالمقدادية وما إلها دخل وما تتحدث أو تتدخل أو تحمي الناس بالقضاء من اللي يصير لهم. الميثاق يقول أنه إيران تريد تأمن طريق بري عبر ديالة للوصول إلى سوريا حتى تنقل الأسلحة والميليشيات الخاصة بها من إلى. هل هذا يعني أنه اليوم العراق عبارة عن ممر؟ زين المواطن العراقي راح يفتهم أنه أرضه وسماءه مو إله؟ هاي البلد اللي عاشوا بها العراقيين من آلاف السنين، هاي البلد اللي تربى وترعرع وكبر بيها. أهالي قضاء المقدادية حالهم حال أي أهالي بأي منطقة من مناطق العراق. أبو مصطفى من محافظة ديالة، حياك الله يا أبو مصطفى. أبو مصطفى أسمعك الآن. حياك الله أبو مصطفى، تفضل. أنا من محافظة ديالة المقدادية. اهلا وسهلا بك وحياك الله انت واهالي المقدادية، تفضل اخوي. اخوي هسه فضل حضر التجوال اي من الساعة 6 لحد الساعة 6 صباحا، بس الحظر التجوالي يتطبق بس على الفقير، ما يتطبق على الميليشيات. الميليشيات جاي تنقل الخطية بحلال اهل نهر الامام وشوكرليم وبابلان، جاي بقول من اجهم زين، والمسؤولين على البوغ هو محمد وسمي وعلي فاضل زين وصدام مبدر وسلام الشعباوي، هذول المسؤولين على البوق هسه مال نهر الامام. من هذول الثلاثه اللي ذكرت اسمائهم ابو مصطفى؟ عيوني اقول لك من هذول الثلاثه اللي ذكرت اسمائهم؟ يعني انت ذكرت ثلاث اسماء، هذول منو المن يتبعون؟ هذول يتبعون للميليشيات العصائب وبدر جماعه هادي العامري ومدعومين من مثل التميمي. هسه الكاظم مو يقول انا اصلاح ادور اصلاح، اتحدى اذا يبدل المحافظ مال المحافظه ديالها. اتحدى ابو مصطفى انت ذكر يعني الكل يعرف انه اكو حظر تجوال اليوم قضاء المقداديه انفرض، هذا الحظر من يا ساعه ليا ساعه؟ صحيح، من الساعه 6 مساء لحد الساعه 6 صباحا، بس شنو بس يطبق على الفقير، وانما الميليشيات هسه جايه تفتر لحد الساعه 6 الصبح ما يفترون، يعني يخطفون ويبوقون وينهون. والحلال كله مال 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 نهر الامام كله بيت، شو اسمه بيت هذا، شو اسمه خلي اقرا لك اسمه، البيت هذا رياض، رياض ابن شو اسمه ابن منوره. رياض هذا ويا الثلاثه اللي ذكرتهم قبل شويه هو وياهم. اي وياهم. تقدر ابو مصطفى بس تعيد لي الاسماء من جديد حتى الناس تسمع وتعرف؟ محمد وسمي، ايه علي فاضل، ايه صدام مبدر، ايه سلام الشعباوي، ايه وصيد التميمي، اشهاب الزيدي، نعم رياض ابن منوره، ماهر الزيدي، هذول مسؤولين، مسؤولين جاي يخفون ويقتلون ويسلبون بيوت الناس، ومسؤول عليهم مثلنا التميمي، مثلنا التميمي يقول لهم خطفوا وقتلوا واللي يحكي وياكم ادوس راسه بالقندره، واي واحد يصور ادوس راسه بالقندره، هاي مثلنا التميمي محافظ دياله. والحداد الكاظم مو يقول انا دور اصلاح، هذا اصلاح كان بدي لنا المحافظ ما نريده. ابو مصطفى ولا امرا عليك، انت حاليا موجود بقضاء المقداديه؟ نعم اي موجود انا بقضاء المقداديه. ممكن تشرح للمواطن وللمشاهد شنو اللي دا يصير بقضاء المقداديه من اربع خمس ايام مضت؟ تهجير، نعم، وخوف ورعب، ومتحضرين يردون يهجمون من اباكم منطقه اسمها بلور، منطقة اسمها بلور، يعني قريب هو يعني شلون تقرب من هذه المناطق السنيات مثلا، صار لهم يومين ثلاث ايام يعني يحومون دايره هي الدنيا يهجمون عليها. هم
بس شنو هذا العقيل؟ هذا هو المدير مال المركز المقداري هم فاسد، هذا مسؤول عن المخدرات، جاي يقول لهم لا تهجم. ابو مصطفى بعدك ويانا لانقطاع الاتصال. انقطع الاتصال مع الاسف يا ابو مصطفى. كنا نتمنى انه نعرف اكثر اللي دا يصير بقضاء المقداديه حتى المواطن يفهم ويعرف شنو اللي دا يعانيه المواطن او ابن قضاء المقداديه اليوم محافظه ديالى. ابو رعد من بغداد، حياك الله يا ابو رعد. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبه للمقداديه والمنطقه مال الامام خالد مو وليده العهد، هاي صار لها بالعشر سنين هاي الشغله، مو اليوم، هاي خامس هجوم يهجمون على القريه بالضبط، هاي القريه على الامام، هاي تصير بالمفرق مع المندلي بعقوبه امام ويس يطلع بعدين المقداديه. نعم. هم صوتهم وانطوهم تبليغ من زمان، وما ظلت بس هاي القريه والقرى خارج خانقين، بس هاي القريه حتى يجروها فدمن حتى تصفي كلها الهم. مثل ما تريد الجارة إيران حتى الخط الحدودي يصير كله من عندهم من دولة الجماعة. أبو رعد أنت تقول هم صوتهم نطوهم تحذير من زمان، يعني نطوهم تحذير أنه طلعوا من المنطقة؟ قالوا لهم شيلوا شيلوا شيلوا، يعني يجروا من المكان شيلوا، ما ريدكم يظلون هنا من زمان من زمان. وآخر شيء مال 2020 مصعب جامع ابن مصعب ابن الزبير ابن ايه هو جامع مصعب اللي صارت فيه المذبحة داخل الجامع، وبأمر من مثلنا هذا التميمي هو قائد الشرطة أو قائد الجيش اللي هناك وجماعة الحشد الرؤساء الحشد والفصائل أخذوا طرح حدودي ودزوا المنشار ذبحوهم بالجامع. زين أنا أريد أسأل سؤال أبو رعد، بأي حق هم يطون أنه تهديد للناس أو ينشروا لهم أنه طلعوا من مناطقكم؟ أنا أقول لك بيا حق، هسه أول شيء يقول لهم أنتم عندكم جيش وشرطة مثلنا وحشد بالدولة؟ لا. عندكم ولاء لإيران مثلنا وأتباع وعملاء؟ لا. فلهذا السبب أنتم غير مرغوب بكم هنا. يعني هسه المفروض أبو رعد يعني أنت ناخذ بناكم، ناخذ حلالكم، ناخذ كل ما تملكون ناخذه وأنتم الممنونين. طيب أبو رعد أفتهم من الكلام أنت قلت أنه هم صوتهم لأنه طهم حذرهم وما طلعوا من مناطقهم، يعني المفروض هسه اهالي المناطق واهالي القرى اللي بقضاء المقداديه لازم يطلعون ويعوفون ديرتهم ويعوفون ارضهم ويعوفون املاكهم وحلالهم على مود انه اكو ناس مراضي عليهم مثلا؟ اي ما راضي، هاي نتائجه هم العدهم ما طلعوا حجموا عليهم حرقوا واخذوا حلالهم واخذوا بيوتهم واخذوا بساتينهم وشردوهم بالتلال وبالوليان. مو هاي يردونها، هم هاي اللي يسوونها بالنسبه للميليشيات، وهاي هو هذا كله من مثنى التميمي، هذا هو القائد الجيش وقائد الشرطه مسوي له عصابه هناك. هذا ابو العقال قال هذا العامري، ولا صوتك 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 خليه ايه هالقد ما 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 خلصتونا من عندها ايش بس ابو رعد كده. ابو رعد يعني صاروا خنوا ابو رعد اذا تسمح لي بسؤال، يعني أهالي قضاء المقدادية وقرى المقدادية شوك الريم مثلا، يعني واحد قاعد بديرته وبين أهله وبين ناسه بالمنطقة اللي ربى بها هو وأبوه جدة، ما إلى علاقة بشيء وينضرب وينهان وينقتلون ما ينقتل بيهم ويعتقل من يعتقل بيهم وينخطف بس من رخصك وينخطف بيهم من ينخطف ويتهجرون من ديرتهم وتجيني تقول لي هم صوتهم؟ أنا مو أقول لك صوتهم، يعني ما معناه يعني المنطقة كلها مستولين عليها. زين الحل شنو أبو رعد؟ يعني أنا هسه المواطن من يسمعك وأني من أسمعك أفتهم إنه المواطن إذا أجت ميليشيا أو أجت ورقة من سلطة معينة أيا كانت وقالت له أطلع من ديرتك، إذا ما طلع راح يصير هذا اللي صار بالمقدادية اليوم. بالنسبة لهم هذول يقول لك ما حد لا الدولة وياك. ولا الجيش وياك ولا الشرطة وياك، بس عود الله يشفع لك، بس الله كل يعني السلطة. أقول لك أكثر أي بيت هناك أي بيت أربعة خمسة لو بالحشد لو بالشرطة لو بالميليشيات ومسلحين كل القرى اللي هناك، والله بس هاي القرية الفقيرة هاي يا اللي يجي طلقة لو خانقين تنضرب يجون يأخذون سعرهم من دولة، يقولوا لو أنتوا سبب أنتوا حواضن الداعش وأنتوا داعشيين، مو هالشكل وليه 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 وليه.
نعم وليه؟ أنا أشكرك. نعم شكرا 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 لك أبو رعد. أبو عبد الله من بغداد، حياك الله يا أبو عبد الله. أبو عبد الله انقطع الاتصال يا أبو عبد الله، أتمنى يرجع لنا أبو عبد الله مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع. أبو رعد اليوم يقول أنا مو أحط الصوج بالأهالي، يقول لكن أكو ولية مثل ما سماها بالأخير. بس إحنا حتى لو نفرض هذا الكلام صحيح اليوم بالعراق، يعني هسه اللي يفتهم المواطن العراقي أنه لازم يعوف ديرته وهلا وناسه، أهالي جرف الصخر لليوم يردون يرجعون لديرتهم، المهجرين والنازحين اللي طلعوا من صلاح الدين ومن نينوى ومن الأنبار ومن كركوك ومن أي منطقة من مناطق العراق اليوم يتمنون العودة إلى مناطقهم، وهسه بالجديد بعد نهاية حكومة مصطفى الكاظمي واللي إجا وقال أنا من رحم ثورة تشرين وأنا جاي أنفذ مطالب الأهالي ومطالب العراقيين، أكو تهجير جديد دا يصير بالعراق. فإذا نفتهم أنه هذا التهجير لا محالة اليوم موجود بالعراق، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. أحييكم قناتكم هاي الشريفة العصيبة، وأحيي من خلال منبركم أحيي أهلنا بالنجف. نعم حياك الله أخوي. هذا الموقف المشرف يراد هسه من كل المحافظات نفس الموقف، حتى نحس ان اكو ناس ما راضيه بهالعمل هذا. يا اخي استاذ سنان انت تقول المقابيه، هو العراق ايش وقت ارتاح استاذ سنان الله يخليك، بس قل لي محافظاتنا خلينا نحكيها بقلم العريض، محافظاتنا السنيه ايش وقت ارتاحت؟ تقول لي طلعونا داعش وطلعونا قاعدة وطلعونا أشياء. يا عمي ما الشغلة بين ذيك يا سنان أخي، هاي الناس هسه يطلع لك فد شوية هذا أبو سيمان متصل يقول لك إحنا إيران وخلص الله على إيران يا عمي، يا إيران يا عمي عمي سنان، أولا أذب اللهم الله على الساسين اللي السنة اللي متخاولين على الكراسي هسه حالي، ولكم يا كراسي تشوف هاي المذبحة جاي يصير يعني برة خيرة راحتكم، يعني ما تهزكم شواربكم ما تهتز شوية على هالناس هاي جاي تذبح، ولكم انتوا وين تتصلون بعد وين؟ أنا عمي أنا أشهد من خلال منبركم المراجع الدينية السيستاني صدر يطلعون يقولون حرام دم المسلمة على المسلمة حرام، اطلعوا لكم بفتوى دي كافي عاد مكافي مو الله فوقاكم، يعني باكر الله شو تقولون انت باكر شو تقولون رب العالمين؟ تقول له ما ندري ما لنا دخل ما عندنا سلطة، لا كل شيء بديكم انتم والله السنان ولو طولت عليك يقولون خالد ساعة واحدة هسه يطفون هاي كليته صحات العجوب. بس عمي الشغلة ايران عمي جاي تقول بنسوي واحدة اثنين ثلاثة استاذ سنان، مو الشغلة مكشوفة مو جديدة. نعم شغلة صار لنا 18 سنة احنا عليها هاي، وكافي كافي يا سياسيين كافي يا مراجع كافي يا شيوخ عشاير، حس شوية ضمير ما عندكم، ضميركم وين؟ ميت اذا ميت حتى العوفكم بعد. وانا اشكرك استاذ سنان. شكرا شكرا لك ابو عراق. يعني من ضمن التصريحات اللي ظهرت فيما يخص المقداديه تصريح الى سعد معن يقول الى جانب دوري الكبير في حفظ الاستقرار فرقه الرد السريع تشرع بتاهيل احدى المدارس في قضاء المقداديه. حفظ الاستقرار وتأهيل إحدى المدارس، حفظ الاستقرار مو المفروض هو الحفاظ على حياة المواطنين، القضاء على الجماعات الإرهابية، تقليل نسبة الجريمة بالمنطقة، هذا يتسمى حفظ الاستقرار. بس تأهيل مدرسة أتصور هو هل هو دور قوات الرد السريع؟ لو هو مفروض
وزارة التربية أو شخص ثاني أو جهة ثانية هي اللي تقوم بهذا الجانب. أما تأهيل مدرسة لقوات الرد السريع أو فرقة الرد السريع فمعناها المواطن العراقي لازم هو اللي يكون مؤهل أن يدافع عن وزارة الدفاع أو يعني يمثل وزارة الدفاع، والأستاذ اللي موجود بالمدرسة يكون هو عميد بالشرطة مثلا، والأستاذ الجامعي مثلا أفتهم يكون هو وزير خارجية العراق، ماذا أفتهم؟ أتمنى تأخذوا لي هذا التصريح وأنتوا تحللوا لي أنه قوة الرد السريع دا تحافظ على الاستقرار فأهلت مدرسة. محمد من بغداد حياك الله. محمد أبو جاسم تسمعني؟ يبدو أن محمد مدى يسمعني، أتمنى يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع. يعني أبو مصطفى من قضاء المقدادية لما اتصل ويانا يعني أعطانا سبع أسماء أو تسع أسماء، اثنين ما لحقت عليهم، محمد وسمي، علي فاضل، صدام مضجر، قصي التميمي، شهاب التميمي، ماهر بن سويدة، وسلام الزيدي، وبعد أكو اسمي ما قدرت أكتبهن. قال ذولا تابعين إلى العصائب وتابعين إلى بدر، هم اللي مسؤولين اليوم عن اللي دي يصير من عمليات سرقة في قضاء المقدادية. محمد من بغداد رجع لنا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساداني من بغداد. والنعم منك ومن أهالي بغداد. رحت مسير يمكن العام اللي بدياله. نعم. مسير عندي صديق هناك بدياله ورحت عليه. نعم. المنطقة دياله كلها ساقطة للتمامة. يعني ماكو. كنا خلاص ماكو بدياله. وهاي يعني مناشدتي لأهلنا بالنجف وكربلة. يعني والتماوة. يعني كل الطاب بالمناطق الغربيه برمادي وصلاح الدين والموصل، زين يعني احنا جاي نريد نشوف اخواننا يعني يرضون على هذا الشيء يصير بدياله. يعني هذا العامري يقدر يطلع لي للرمادي واشوف شو اسوي به، خلي يطلع عامري للرمادي، فده هو رجال وابن ابوه، مو هو يقول انا هذا العامري، خلي يطلع علي وانا وجه وجه، هو المالكي العبادي اي واحد من دولة الاحزاب، اذا يقول انا اخو كيتي واني انتم كلكم تبعي الايران قواوي، كلكم ناس تقليديه لازم مولى ضمير، يعني يرضيكم هذا هيك بدياله؟ وينكم في المحافظات؟ كلكم شنو السالفه مالكم انتم سماوه وكوت؟ لا اخ محمد، يعني انا اكو تصريح قريته قبل شويه، اتمنى انتم كمواطنين تردوا لي عليه. يعني يقول لك حفظ الاستقرار أو الجانب إلى جانب دوري الكبير في حفظ الاستقرار بالمنطقة، فرقة الرد السريع تشرع بتأهيل إحدى المدارس في قضاء المقدادية. يعني حفظ فرقة الرد السريع هي جهة أمنية تابعة إلى وزارة الداخلية، المفروض هي شغلها الشاغل هي حماية الناس والمواطن وأمن المواطن والحفاظ على راحة المواطن ومعيشته. اليوم يقول لك جانب دورها في حفظ الاستقرار تأهل مدرسة، شلون تقرأ لي هذا التصريح أخويا؟ أستاذ محمد، أستاذ رفل. نعم. الصحفي أحمد عبد الصمد. نعم. الله يرحمه. اعترف اللي قاتله اعترف، قال أنا دزني علي خامنئي. نعم. يعني هسه إحنا. يعني هسه احنا العراقيين كل نبيذ بيدي دول الايرانيين خامنئي والرفسنجاني ودول دول دول يعني كل الايران، يعني انا باكر هم ابو بغداد يجيني هذا وعم يجيني العامري، ومثل ما هجروا اهل الانبار ترى اهل الانبار عرضنا هجرنا، عرضنا هذا العامري وقيس خد علي وذاك مهدي المهندس ونعرفهم هم كليتهم، زين ونعرف هذا الجنرال اللي هسه يكتبون عليه شهيد وشهيد العثر موت. نعم. استاذ والله ما يصير هيك، يعني هسه اليوم بدياله، يوم يعني دياله صايره بس للتمايمه، العامري يلعب كيفه، العامري يطب على المناطق الشيعيه اللي هم اخوتنا، خلينا نقول شيعه وسنه وهاي وعلى بهاي الطائفيه، احنا ثلاث طوائف هنا بالعراق،
اللي المسيحي والسني والشيعي. اخواننا بالشيعة يعني يرضون بهذا الشيء، اخواننا المسيحي يرضون بهذا الشيء، يعني هذا العامري صار هذا العامري. نعم نعم نعم. هذا العامري، العامري انت رجال تعال يا هاي اللي الانبار. انت المالكي العبادي. نعم. نعم شكرا 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 لك اخ محمد، وصلت الفكره. لكن اتمنى من اخواني الاعزاء المواطنين الكرام اللي يتابعون برنامج صوتكم، خلينا نبتعد عن كلام سني شيعي كردي عربي تركماني مسيحي، كنا عراقيين وخلينا نحكي يقبلوا. مثلا اخ محمد يقول يقبل فلان وفلان وفلان، لا انا اقول هيقبلون العراقيين اللي يصير باخوانهم اليوم بقضاء المقداديه او لا، هكذا تكون اجمل. اسامه من كركوك حياك الله أخويا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أسامة شلون ثاني؟ نحمد الله على كل شيء، أنتم شلونكم أخويا؟ الحمد لله، أول مرة أشكركم على هذا البرنامج الطيب. لا شكر على واجب، واجبنا. أشكرك. بالنسبة لموضوع حلقتكم حول المقدادية المقرودة أسميها طبعاً. نعم. صارت يعني بدأوا كل حيلة وسيلة أن يعججون الطائفية، وإن شاء الله ما يقدرون على الطائفية لأن أوراقهم صارت مكشوفة، خسروا بالانتخابات اللي أنت تعرفهم. وبدأوا الناس المقارية 340 عائلة جروهم يختار. أخ أسامة، يعني أفتهم من كلامك هذا أنه واحد خسر بالانتخابات يروح يهجر قرية كاملة؟ هم هيدا عندنا خسر المالكي، قال إذا ما فز بالانتخابات أحرق العراق، وبالفعل فهم خسروا بالانتخابات. بس أنا أبدأ أشوف بأي حق الأول بأي حق أخ أسامة، يعني بأي حق واحد خسر بالانتخابات أو شيء إنه يحرق العراق أو يهجر قرية كاملة أو يعني يقلق الناس ويهجرهم ويقتل من يقتل بهم، بأي حق؟ الحق هم هاي حقهم، إيش يعتبرون هم العدل مالهم؟ مفهومهم إيش يفتهموا من العقل العدل مالهم؟ بس أنا أسأل، يعني أسأل الوزير الأول بالعراق الكاظم، يحتبر الوزير الأول بالعراق وينه؟ ليش ما رحنا المقدادية يوقف الميليشيات اللي تقتل الناس الأبرياء؟ ليش مفروض وأنت وزير وحارف يمين، الوزير الأول بالدولة حارف يمين ما بين قصدك رئيس وزراء العراق؟ نعم نعم أخي نعم. أنا أسأل الوزير الداخلية، وزير الدفاع، مستشار الوطني، ما شاء الله يا كثرة الأجهزة الأمنية بالعراق، بس الفائدة شنو؟ الفائدة شنو يا خسامة؟ يعني شنو ذي الفائدة العوالي اللي طلعت بدون وإيد ورا وإيد قدام؟ أنا بس أسأل يعني وين المسؤولين العراقيين المحسوبين على الحكومة المارة ولا الميليشيات هاي منتهين منها؟ نعم. وهاي طائفية شيء هذا شيء كبير، هم ذبحوا هذول المساكين البكارية تو بنزرعهم بأي حق؟ أنا بس هذا أقول بأي حق؟ بأي حق يعني؟ مو عندنا قانون وقضاء، ولو هو قضاء ما شاء الله سلام الله عليه، شلون قضاء سيء من ساسه راسه. نعم. وانا اشكرك على شكرا 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 لك اخو اسامه. يعني عندي تويته او مرفوعه تويته على التصريح اللي صرحه سعد معن انه قوات الرد السريع تاهل المدرسه، يقول عندما تهاجم الميليشيات المدنيين العراقيين وتقتل وتهجر وتحرق المنازل و البساتين وتسرق كل شيء، يكون عمل قوات مكافحة الإرهاب نقل المهجرين بسياراتهم، وعمل قوات الرد السريع ترميم مدرسة، وعمل القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس وزراء العراق النوم العميق. أسامة عفوا إيهاب من بابل حياك الله أخ إيهاب. أسامة سأل سؤال يقول أنا أرد أسأل من كل اللي صار اليوم بالعراق الكاظمي وين؟ حياك الله إيهاب. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول ما حدث في جريمة حرب هذه التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات التيار الصدري وبقية الميليشيات الخارجة عن القائم. نعم. هذه هي عملهم، هذا هو نهج هذه الميليشيات الولائية الموالية إلى إيران. هي هذا الوتائج. ما حدث سابقا في العديد من المحافظات في الأنبار في الموصل، نفس تأكيد نفس الجرائم اللي ارتكبتها ذات الميليشيات الفاسدة اللي تنتمي من بينها ميليشيات الحشد الشعبي اللي هي أسوأ ميليشيا وأكبر ميليشيا في العراق، عرفوها وعرفوها كل العراقيين، عرفوها بأنها ميليشيا
سيئه الصيف الله بقعدك كل عناصر وكل قادته الكبار هم سيئين هم متعجلين هم الكبار هذه الجريمه الوحشيه اليوم المحادثه في جاره زين ولا هم هؤلاء يعني كل ذنب العوائل التي هجرت ودمرت منازلها ودمرت المشافي ودمرت الجوامع على ايدي هذه الميليشيات وعلى ايدي ميليشيات الحج الشعبي وميليشيات التيار السجن وضغط القوات القدريه الفاسده المتعامله مع هذه الميليشيات على ارتكاب هذه الجرائم الحربيه في جانا. نعم هذه كلها جرائم حرب ارتكبوها مجرمين حرب. هذه جرائم حرب ارتكبوها مجرمين حرب. نعم الحج الشعبي مليئين بهم القاده وعناصرهم مجرمين حرب. ومن سيارة صدر ومن سيارة كذلك هم بهم ما بهم من المجرمين هم وراهم هذه جريمة المحادثة في جالة في جالة. نعم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخ إيهاب. أخ حسين من كربلاء حياك الله أخ حسين. أنا عندي سؤال أتمنى تجاوبني عليه أخ حسين. اللي صار بالمقدادية القوات الأمنية أو الميليشيات تقول أنه أكو هجوم بدأ قبل ما يبدون هم عملياتهم نفذة أو نفذتها مجموعة من داعش أو تنظيم داعش الإرهابي. أني سؤالي هذا التنظيم المفروض حيدر العبادي طلع لنا قبل ما أدري كم سنة بيان سماه بيان النصر، وين النصر بالموضوع وداعش لحد الآن بالعراق ويطب للقرى ويسوي ما يسوي وراها أكو قوات أمنية بدال ما تحمي الناس من تنظيم إرهابي يصير بهم مثل ما دا يصير اليوم بالمقدادية. تفضل أخ حسين. سادنا السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. سادنا العزيز أوضح لك الصورة حتى ما تتعب عرفت؟ تفضل. الصورة كلها لا داعش ماكو هسه حاليا بالعراق. نعم. عرفت؟ داعش في العراق ماكو، كل ما هنالك شخصيات تعبانة خارج إطار الحكومة. جاي تنفذ اجندات خارجيه لا اكثر ولا اقل. من هي هاي الشخصيات؟ اللي خارج اطار الحكومه اللي بالحكومه عرفناها. خارج الحكومه. خارج منو منو يعني يعني الحكومة. يعني تقدر تبين للناس منو هاي الشخصيات؟ ما هاي شغلات خارجيه احنا من نطبع عليها كل ما احنا اخوتنا بالمقداديه احنا ما راضين على هذا الفعل اللي يسوى ما راضين عليه احنا. وبنفس الوقت هم اخوتنا ودم المسلم على المسلم حرام. زين. أخ حسين سؤال ثاني. أخ حسين سؤال ثاني. أنت تقول أكو شخصيات خارج إطار الحكومة خارج عن القانون دا تنفذ أجندات خارجية. نعم. تمام. هاي الشخصيات هاي الشخصيات دا تعبر سيطرات دا تعبر نقاط دا تعبر محافظات وشايلة سلاح وسيارات رباعية الدفع وسلاح متوسط وخفيف. زين منو دا يدعمهم ذولا؟ هذولا مو تدعم دولة ياخذون بفلوس يعني يشترون هويات بفلوس يعني بفلوس من ضمن ناس متواطئه من عندهم الحكومه تواطؤ اكو. نعم. اكو تواطؤ بيناتهم. نعم. مو صحيح؟ ايه فيمشون بهويات ويعبرون سيطرات عاديه. اذا نفتهم اليوم يعني ال- 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 نفتهم اليوم انه المجاميع الارهابيه اللي موجوده بالعراق حسب ما تقول أخي حسين. نعم. تمتلك هويات حكومية بحيث تتمكن. نعم. أي مجموعة إرهابية بالعراق أنه تعبر أي نقطة تفتيش بدون ما أحد يوقفها. نعم. إيه بهويات رسمية شلون حالة حال البطاقة الوطنية. يعني هسه السؤال اللي أريد أوجهه لك إياه يعني المواطن العراقي اليوم عبارة عن حطب. نعم. إلى القوات الأمنية وذن المجاميع لأن هو واقع بالرجلين بيناتهم. نعم صحيح اسوي يعني قلت اللي يقول الفقير ضايع. الفقير ضايع لا اكثر ولا اقل. زين باي حق هم يسوون هذا اللي دا يسووه بالعراق؟ هل هم يعني العراق ملك يعني ملك شخصي؟ يعني يريدون زعزعة الامن بالعراق لا اكثر ولا اقل. لزعزعة الامن بالعراق السبب شنو؟ ليش؟ من اللي راح يستفاد؟ ما يريد العراق يستقر ما يريد العراق يستقر لان الدول الخارجيه اذا استقر العراق مو لمصلحته. نعم. اي نعم هاي لا اكثر ولا اقل. هذا كله الحل الوحيد شنو هو الحل؟ تكاتف يعني تكاتف الحكومه يعني بين الاطياف هو هذا الشيء اللي يخلي يعني استقرار العراق لا ولا اقل. تقصد تكاتف بين طوائف الشعب العراقي يعني قصدك؟
نعم تتلف كلها وتصير تحت خيمه واحده لا اكثر ولا اقل. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك اخ حسين. اخ حسين اليوم يعني قال باتصاله انه هاي المجامع الارهابيه او عفوا ما قال مجامع الارهابيه وقال انه ذول المجامع هم اشخاص خارجين عن القانون خارج نطاق السلطه، يعني مو اللي دا يحكمون، مو الاحزاب، مو الكتل السياسيه، غيرهم. ذول عندهم هويات، هاي الهويات تمكنهم من العبور من أي نقطة تفتيش ومن أي سيطرة موجودة اليوم في أي مكان موجود بالعراق، ينفذون اللي يريدوا، ينفذون أجندة خارجية مو أجندة عراقية، ويسوون اللي يسووه، واللي واقع بين هذين الشغلتين هم العراقيين أو المواطنين العراقيين اللي نسميه إحنا كمواطنين ابن الخايبة، هو اللي رايح بين الرجلين. لكن السؤال يعني هل العراق اليوم هذا البلد اللي عمره آلاف السنين، هذا البلد اللي بث للعالم مجموعة من الحضارات، هذا البلد اللي كان يعني مركز العلم في فترة من الفترات، هذا البلد اللي حكم بلدان واسعة في فترة من الفترات، هذا البلد اللي يعتبر سابقا جمجمة العرب، هل اليوم أصبح هذا البلد ملك صرف وطابوا إلى أشخاص معينين ولائهم مو للبلد؟ وأبناء البلد هل عليهم اليوم أنه يعيشون بخوف لأنه بأي لحظة يصير بيهم مثل ما صار بجرف الصخر وهسه ده يصير بالمقدادية؟ هل البلد يعني العراقيين اليوم المفروض أنه يقعد يعيش، أنه ينام يقعد الصبح يدعي من ربه أنه يرجع لبيته سالم غانم ويصلي صلاة شكران لما يرجع للبيت؟ أو المفروض على المواطن العراقي أنه ما يطلب خدمات ومي وكهرباء وشوارع ومدارس وتربية وتعليم وزراعة وصناعة، ذن الأساسيات اللي المفروض الحكومة هي توفرها؟ هل اليوم المواطن العراقي لازم يعيش باللي دا يكتبوا هي هم ومو هم عفوا اللي دا يملي عليهم من الخارج، إيران، أمريكا، كيان الصهيوني، كائن من يكون، بس اللي دا يصير بالعراق هو إملاءات خارجية؟ يعني لازم اليوم المواطن العراقي يرضخ أنه بلده خلص انتهى، حديقة خلفية الإيران مثل ما قال أبو مصطفى، يردون يسوون ممر عبر ديالة لنقل الميليشيات الإيرانية والأسلحة الإيرانية بريا من العراق، من إيران إلى عفوا عبر العراق من إيران إلى سوريا؟ وبأي حق إيران أيضا تفكر أنه تتصرف بالبلد بالطريقة اللي تعجبها؟ العراقيين مراضين، المتصلين إذا تلاحظون بغداد والأنبار وتأميم وبابل وكربلة، وعندي بعض الواتسابات والنجف اليوم بالفيديو اللي طلع في شاشة الرافدين في بداية البرنامج، وأيضا باقي المحافظات العراقية ذي قار وميسان البصرة كلهم مراضين على اللي دا يصير بالمقدادية. زين الشعب مراضي والمواطنين مقابلين والشعب متوحد، تجون على ثوار تشرين رافضين هذا التقسيم الطائفي، تجون على أبناء الشعب العراقي رافضين المحاصصة الطائفية. زين ليش هم السياسيين أو اللي الأحزاب أو اللي دا يتحكمون بالبلد متمسكين أنه لازم البلد يعيش مثل ما هم يردون أسيادهم؟ أقصد يعني السياسي يريد يفرض على الشعب العراقي أنه سيده كان من يكون، إيران، أمريكا، الكيان الصهيوني، كان من يكون اللي قاعد أمره ينفذ هذا الشيء، لازم يخلي الشعب العراقي يقبل بهذا الشيء. خيرات البلد انهبت، أرض البلد توزعت، نفطه ومعادنه ومياها كلها نطت إلى الغرب إلى عشرات السنين. نهرين عندنا بالعراق، مهدد العراق 2025 في بداية جفاف لأنه إيران سدت أنهر مو نهر واحد. زراعة معنا، حتى المنتجات الزراعية إذا تذكرون على شاشة الرافدين طلعوا فلاحين ويقولون احنا نطي المحصول وما يستلموا من عندنا بنفس اللحظة، يستلموا وراء فترة معينة إلى أن يفسد المحصول حتى ما يندز للشارع، ما يأخذ الفلاح مستحقاته، ما يقدر يزرع من جديد. بالمقابل أكو مواد مستوردة تنفرض على الشعب العراقي
90% أو 99.9% من إيران صناعة. ما عندنا وعدكم تصريح وزير الصناعة الأسبق في حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني الإنجليزي الصهيوني اشتردون سموه طلع وقال عندنا أوامر تقول ممنوع نتكلم عن أي معمل أو أي مصنع عراقي أو نفتح هذا الملف، لأن عندنا أكثر من 5000 مصنع أو معمل عراقي متوقف عن العمل والمكاين اللي بي زنجرت. أبو علي النجفي من لندن، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياكم الله. ما أعرف حياك الله خويا. مجزرة الله حيك، مجزرة المقدادية. نعم. أني أتهم الحشد هذا العامري قيس الخزعلي وعلى رأسهم الكاظمي. نعم. هم دولة مسرحية داعش ما داعش اتركونا بهاي المسرحية، هاي المسرحية بعد ما تنطلي على العقلاء ولا على الشرفاء، هذه المسرحية تنطلي على العبيد والخدم واللصوص والمجرمين اللي أتبعهم. هذه مجزرة المقدادية، قضاء المقدادية. نعم. بيناتهم عصابات على مود الانتخابات ما انتخابات. هذا العامري هو نفس قيس الخزعلي نفسه يقول احنا ديون، هو اعترف يقول احنا ديون ايران. نعم. يقول اتمنى هذه اخر مجزرة على مود لا تقولون بعد الحشد يسلم بيد الدولة وما اعرف. يعني هم جاي يعترفون بنفسهم، هم جاي يعترفون بهاي المجازر. فأنا أطلب من العراقيين الأحرار، ليش وقت ساكتين عليهم دول؟ أنا ما جاي أفهم ليش وقت ساكتين عليهم. وين شيوخ العشائر اللي سنة إخواننا أهلنا سنة؟ ليش ساكتين على المجرمين القتلة؟ يعني ليش وقت دول يطبون ها يقتلون كل مرة يطبون يقتلون وكل مرة يهجرون؟ حتى بيوت الله ما خلصت منهم دولة، حتى بيوت الله القرائين حربوها دولة. عمي دولة مجرمين إرهابيين تابعين إلى نظام إرهابي، نظام خامنائي. نعم. أبو علي، يعني أنا سألت أو طرحت التساؤل، يعني هل المفروض اليوم المواطن العراقي أنه يقنع بما يملي السيد الخارجي إيراني صهيوني أمريكي على أتباعه اللي أنت حضرتك سميتهم الذيول؟ هل المواطن العراقي المفروض اليوم يقنع أنه البلد ينباع والبلد يتخرب والبلد يروح وينداس بالرجلين والمواطن يتهجر يمنى ويسرى؟ والله مع الأسف، مع الأسف أنا أقول وين غيرة العراقيين؟ وين يا أخي؟ إحنا جاي نعرف، يعني إحنا جاي نشوف عدونا ومن هو، جاي نشوف السارق من هو، جاي نعرف القاتل من هو. يا أخي جاي نشخص القاتل والعدو والسارق، ليش ساكتين يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أخي دافع على بلدك، على نفسك، على أرضك، على بيتك. يا أخي ليش ما أعرف ليش هالسكوت هذا؟ ليش هاي السكوت؟ ما أعرف، ما أعرف ليش. يعني دول يومين يطبون بقرى يقتلوها، ليش؟ شنو ذنب هاي العوائل، هاي النساء، هاي شنو ذنب؟ شنو ذنب العام نايمات نايمين بالبساتين محروق بيوتهم؟ يا أخي حتى إسرائيل ما سوت، حتى إسرائيل ما سوت. عمي هالوكو ما سواها، عمي ما سواها، حرق البيوت وحرق المزارع. بس أنا أقول للشعب العراقي، عمي ثور قوم سوي ثورة عربية. نعم. ادخل. نعم. عمي ادخل إلى الخضراء. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو علي، حياك الله أخوي العزيز. كرار من بابل، عندي رسائل واتساب أتمنى بدقيقة واحدة لأن ما انتبهت على الوقت. حياك الله أخ كرار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل أخ كرار. أخوي كرار من بابل جرف الصخر. حياك الله وحيا الله أهالي بابل وأهالي جرف الصخر وياك. أخوي عمد جرف السمع البغدادية. نعم. إيه إحنا من جرف الصخر صار لنا تقريبا 8 سنين متهجر نتذكر. نعم. أخوي ناسينا حمل نترح من حقوقنا، وهاي أسأل حالي أهل بغدادية حقوقنا من 2013 يسم تجرين. نعم. إيه
والله الشعب العراقي لا عنده لا شو اسمه الحكومه العراقيه ما شايفين عنده 213 داجرين في اربيل هسه احنا ما حاصلين كل شيء. نعم 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 شكرا شكرا اخ كرار اعتذر منك بس حتى اقرا رسائل واتساب. بالنسبه الى المقداديه احنا بدنا نحكي عليها لانه مرت تتكرر حاله جرف الصخر وحقوق جرف الصخر لازم تنعاد وحقوقكم محفوظه فلهذا السبب بدنا نتكلم. شكرا لك ابو حاتم من موصل. السلام عليكم وتحيه طيبه لك وللقناه. قراءه مستقبل العراق بعد الانتخابات. تقول العراق ماشي نحو الأسوأ والعراق يحتاج إلى ثورة شبابية مثقفة مستقلة عراقية بحتة بعيدة كل البعد عن الأحزاب والتحزب وضمان نجاح الثورة مكفول في وقت الثورة حسب التقدير ولا تتعدى أصابع اليد بعدما الشعب عرف الشعب حقيقة الانتخابات المزيفة وعلى عاتق ثورة الشباب يتم تشكيل حكومة مستقلة وجيش مستقل من كل أبناء الشعب بدون محاصصة. السلام عليكم أخي أفل. بس أقول يا حكومتنا أنتم نايمين لو قاعدين جماعة الميليشيات جاي تقتل وأنتم ساكتين يا حكومتنا ليش؟ الله أكبر عليكم حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منكم. رسالة. السلام عليكم أخي أفل. هو المسؤول معا هو ميليشيات مع الميليشيات الإيرانية إن شاء الله ثورة قادمة. أخوكم من بغداد. مشاهدين الكرام ما يحصل اليوم في قضاء المقدادية هي كاربونة عن اللي حصل في جرف الصخر والنتيجة أنه اللي رايح بيها المواطن العراقي أو اللي احنا نسميه ابن الخايبة مثل ما قالوا المتصلين. إذا تردون تحمون المواطنين فالكلمة الأخيرة لكل شعب بالعالم بديه هو. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. في أمان الله.